السلام عليكم ورحمة الله. احنا هنشتغل مع بعض أصول محددة التكاليف بالنسبة لحضراتكم. احنا هنتناول الموضوعات الآتية. احنا هناخد 3 محاضرات. في المحاضرة الأولى هنتناول مجموعة نقاط. احنا الاول عايزين نعرف ايه هي محاسبة التكاليف اللي احنا بندرسها وهدفها ايه. يا ترى احنا هنشوف دلوقتي ان هدفها 3 حاجات وهنشوف احنا هندرس ايه. يعني ايه كلمة محاسبة التكاليف؟ يعني ايه محاسبة التكاليف وهدفها؟ اهم حاجة ان احنا عايزين نروح نقيس التكلفة بتاعت المنتج. عندنا كرسي عايزين نعرف تكلفته قد ايه، عايزين السيارة عايزين نعرف تكلفتها قد ايه. ففي عندنا عدة طرق هندرس فيها طريقة واحدة اللي هي الطريقة الإجمالية علشان نقدر نجيب التكلفة بتاعة المنتج. تكلفة المنتج بتاعي بتفيدني في إن أنا أحدد سعر البيع، أحدد أنا هكسب قد إيه، أقدر إن أنا أحدد الطريقة اللي أنا هجمع بيها التكلفة. فإحنا قلنا إن طريقة التكلفة الإجمالية هقدر أعمل فيها قائمتين، قائمة أقيس فيها التكاليف اسمها قائمة تكاليف، قائمة أقيس بيها نتائج الأعمال أعرف إذا كنت في ربح ولا في خسارة اسمها قائمة نتائج الأعمال. هنعمل قائمتين، قائمة اسمها قائمة تكاليف وقائمة اسمها قائمة نتائج الأعمال. بعد كده أنا محتاج إن أنا لما يكون عندي مجموعة تكاليف عايز أتنبأ بيها، أتوقع التكلفة، أقدر التكلفة. فانا عندي طرق كتيرة اقدر بيها التكلفة. انا اخترت الطريقة اسمها الفصل بين الثابت والمتغير وهنشرح عليها تمرين بإذن الله. احنا المحاضرة الاولى هنتكلم الاول يعني ايه محاسبة التكاليف. احنا عارفين ان المحاسبين يمتلكوا مجموعة من الادوات. اول اداة او من الادوات اللي بيستخدموها محاسبة بتهدف إلى إنها تحسب التكلفة بتاعة المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها وبتراقب عليها علشان تحاول تخفضها وتقدم للمعلومات للإدارة معلومات تساعدها في اتخاذ القرار. الأداة اللي احنا بنستخدمها دي ليها مجموعة من المبادئ وليها مجموعة من الأسس اللي بيطبقها محاسبة التكاليف. احنا واحنا بنتكلم على محاسبة التكاليف بنتكلم على أداة بيستخدمها المحاسب بتاع الشركة علشان يقول ان هو هيقدم معلومات للشركة تهمها في 3 حاجات. احنا هنقيس تكلفة المنتج ازاي؟ احنا بننتج عربية عايزين نعرف العربية دي او سيارة التكلفة بتاعتها كام عشان نقدر نسعرها. احنا شركة اتصالات عايزين نعرف خدمة الاتصال نقدر نحدد التكلفة بتاعة الخدمة بتاعة الاتصال ازاي. احنا كمان عايزين كل منتج بيخش فيه مواد، بيخش فيه غور، بيخش فيه مصروفات زي الإضاءة والمصروفات، عايزين نراقبها عشان نقدر نتحكم فيها واحنا نروح نخفضها علشان نقدر ان احنا نقول ايه نعظم الربح بتاعنا او ايه نزود الربح بتاعنا. وكمان المعلومات المدارة بتاعتنا في مواقف كتيرة بتحتاج فيها الى معلومات عشان تقدر تاخد قرار عايزة انها تشتري، عايزة انها تصنع او تشتري جاهز، عايزة الشركة بتاعتنا تاخد مجموعة من القرارات، تقدر تستغنى عن عمال، تقدر توظف عمال جداد. فاللي يساعدها على اتخاذ القرار ده هو محاسب التكاليف. زي ما قلنا هنلاقي اهداف محاسبة التكاليف بنقدر نقسمها الى 3 اهداف. الهدف الاولاني ان احنا بننتج سيارة، بننتج كرسي، عايزين نقيس التكلفة بتاعة الكرسي ده قد ايه عشان نقدر ان احنا نسعر، عشان نقدر نحدد الربح بتاعنا قد ايه،
عشان نحدد التكلفة بتاعة المواد، هل دخل فيها كم مواد، كام أجور، ودفعنا قد إيه مصروفات عشان ندرس النحو. فاحنا أهم حاجة عندنا إن احنا نقيس التكلفة بتاعة المنتج اللي احنا بننتجه. تاني هدف بالنسبة لنا إن احنا بنروح للمواد والأجور والمصروفات ونحاول نراقبها علشان نقدر نخفضها، عشان نقدر نخفضها ونسيطر عليها ونقدر إن احنا نحقق أعلى ربح ممكن. بالنسبة للإدارة، الهدف الثالث، الإدارة بتاعتنا بتحتاج في بتواجه مجموعة من المواقف اللي بتحتاج فيها مجموعة من المعلومات علشان تاخد فيها قرارات، يا ترى تشتري ولا لأ، يا ترى نقدر نشتغل وقت زيادة ولا لأ، هل يا ترى نقدر نصنع المنتج ده ولا نحذفه، يا ترى نستبعد المنتج دوت ولا أنهي منتج منه يحقق ربح ولا لأ. اللي بيساعد الإدارة في المعلومات دي في توفير المعلومات هو محاسب التكاليف. هناخد بعد كده عندنا إن إحنا عندنا طرق قياس التكلفة بتاعة المنتج. طرق قياس تكلفة المنتج عندنا 3 طرق. الطريقة الأولى بيسموها الطريقة الإجمالية، ودي بيسموها التحميل الكلي، يعني إحنا بنحمل المنتج بكل التكاليف، خد بالك، كل التكاليف او بجميع التكاليف اللي احنا صرفناها، يعني بنروح لحد السيارة وبنحول السيارة وبنحمل السيارة دي كل التكلفة بتاعتها عشان نجيب التكلفة الإجمالية للعربية. الطريقة التانية اسمها الطريقة المتغيرة، ودي بيسموها عندنا التحميل الجزئي. في التحميل الجزئي احنا بنهتم بيه ان احنا نقدر نفرق بين التكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة، وازاي نقدر نحمل المنتج بتاعنا بالتكاليف المتغيرة بغرض ان احنا نجيب التكلفة بتاعته ونقدر نحقق الربح بتاعنا. الطريقة الثالثة بيسموها عندنا طريقة التكلفة المستغلة، ان احنا هنستغل قد ايه من الطاقة المتاحة أو الطاقة أو الإنتاج، هنستغل قد إيه في الإنتاج بتاعنا عشان نحقق التكلفة، عشان نحقق الإنتاج بتاعنا. إحنا دلوقتي هنبتدي في الطريقة الأولى. الطريقة الأولى اسمها الطريقة الإجمالية، يعني بنحمل المنتج اللي أنا بنتجه بكل التكاليف اللي أنا بتحملها. التكاليف دي انا بحمل بيها علشان انا بفرق بين حاجتين، بين تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. التكاليف المباشرة دي التكلفة اللي انا بتحملها واقدر ان انا اخصصها لمنتج معين، زي ما اروح اقول كرسي خشب، فانا اقول ان الخشب ده بايه الكرسي ده بياخد كام متر خشب او كام خشب، لكن ما اقدرش اقول الكرسي ده اخد كام من الاضاءة، ما اقدرش اقول اخد كام من المواد المحركة، اخد كام من البنزين. دي بنسميها تكاليف غير مباشرة، ما اقدرش اتتبعها وما اقدرش اخصص لايه لكل وحدة منتج قد ايه. احنا واحنا بنتكلم على التكاليف الاجمالية يهمنا حاجتين. اول حاجة نصور قائمة التكاليف، هنشوفها مع بعض، وهنصور قايمة لنتائج الأعمال عشان نعرف الشركة بتاعتنا يا ترى حققت ربح ولا حققت خسارة. احنا هنشتغل في الأول على قايمة التكاليف الإجمالية. الهدف من القايمة دي إن احنا نحسب التكلفة الإجمالية بتاعة المنتج اللي الشركة بتاعتنا بتتحمله. احنا القايمة دي عبارة عن 3 خانات. خانة بنحط فيها البيان، خانة بنحط فيها الأرقام الفرعي، خانة بنحط فيها الأرقام الإجمالي. القايمة بتاعتنا بتبتدي أول إن إحنا عايزين نعرف المواد المباشرة اللي إحنا استخدمناها في الإنتاج. المواد المباشرة دي ليها معادلة إحنا هنتكلم عليها، فخد بالك إن المواد المباشرة ديت إحنا
كان في مواد مباشرة من أول مدة، في مواد مباشرة استخدمناها، في مواد مباشرة اشتريناها، في كمان مواد مباشرة اتبقت في آخر المدة. احنا بعد كده هروح ل الأجور المباشرة. فالأجور المباشرة بتاعتنا احنا هنقدر نعرف الأجر اللي احنا دفعناه قد ايه، ونقدر نحقق نشوف الأجور بتاعتنا قد ايه. في عندنا كمان مصروفات مباشرة، احنا لما نجمع المواد المباشرة والأجور المباشرة والمصروفات المباشرة نجمع نحطهم على بعض يدينا حاجة اسمها إجمالي، يعني مجموع التكلفة الصناعية المباشرة، وفي ناس بتسميها التكلفة الأولية. احنا لما ناخد التكلفة الأولية ونضيف عليها نزود عليها مواد غير مباشرة، خد بالك غير مباشرة يعني حبة قوة محركة، حبة مواد غير مباشرة، ونشوف ايه هي. في أجور غير مباشرة، في أجور غير مباشرة زي الناس بتوع الإشراف بياخدوا أجر ولا لأ، وبياخدوا أجر قد ايه. نجمع عليها كمان المصروفات الغير مباشرة. لما نجمع المواد الغير مباشرة والأجور الغير مباشرة والمواد الغير مباشرة بيديني إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة. غير المباشرة، بص على القايمة كده في الإجمالي، احنا جمعنا المواد المباشرة والأجور المباشرة والمصروفات المباشرة، ادتني في الإجمالي رقم واحد اسمه عندنا إجمالي الأجور، إجمالي التكاليف الصناعية اللي هي التكلفة الأولية، في علامة زائد خد بالك. بعد كده جمعنا كل الغير مباشر ادتني التكاليف الغير ايه مباشر، في علامة زائد بقى دي مهمة قوي. فبناخد التكلفة الأولية اللي هي إجمالي التكاليف الصناعية غير اللي هي المباشرة، ونجمع عليها التكاليف الصناعية غير المباشرة، بيديني تكلفة الإنتاج. تكلفة إنتاج المواد اللي المنتجات اللي أنا أنتجتها. أنا بروح بقى عشان أشوف هل كان في حاجة في أول المدة تحت التشغيل، يعني لسه محتاج إن أنا أكمل عليها. فبعمل حاجتين، بجمع خد بالك بجمع تكلفة الإنتاج تحت التشغيل أول المدة، و بطرح تكلفة الإنتاج تحت التشغيل آخر المدة عشان يديني تكلفة الإنتاج التاني. خد بالك الحاجات اللي بجمعها بحطها من غير أقواس، والحاجات اللي أنا بطرحها بحطها بين قوسين. تكلفة الإنتاج بجمع عليها تكلفة الإنتاج التام أول المدة، وبطرح منها تكلفة الإنتاج التام آخر المدة عشان يديني تكلفة الإنتاج التام المباع باللون الأحمر قصادك. بعد كده بيديني تكلفة الإنتاج التام المباع ده، بضيف عليه يضاف عليه تكاليف التسويق، مواد لف وحزم، عمولة مبيعات، احنا هندي لك في التمرين يعني ايه تكاليف تسويق. من لما اجمع تكلفة الانتاج التام المباع على تكلفة التسويقية بيديني تكلفة المبيعات. تكلفة المبيعات خد بالك دي مهمة شوية، عشان القايمة اللي جاية هنضيف عليها تكاليف إدارية وأجور تمويلية زي المواد الكتابية، زي الأجور بتاع الإداريين، عشان يديني في الآخر اللي أنا عايزه بقى، اللي بدور عليه إن أنا بحسب التكلفة الإيه الإجمالية، بحسب التكلفة الإجمالية. كده جبت التكلفة الإجمالية للمنتج اللي أنا إيه هنتجه. القايمة التانية اللي إحنا هنصورها أو هنعملها مع بعض هي قايمة نتائج الأعمال وفقا للطريقة الإجمالية. القايمة دي بتتكون من 3 خانات، بيان وفرعي وإجمالي. إحنا الأول بنجيب إيراد المبيعات. إيراد المبيعات إحنا ممكن نجيب إيراد المبيعات بطريقة إجمالية، وممكن نجيب لك عدد الوحدات المباع، ونجيب لك سعر بيع المنتج. يعني مثلا أنا بعت 5 وحدات وكل وحدة بعتها ب10، يبقى 5 × 10 ب50، أو أجيب لك 50 مرة واحدة. بطرح منها تكلفة المبيعات. أجيبها منين؟ أروح للقائمة اللي لسه عاملها اللي هي قائمة التكاليف،
واجيب تكلفة الايه المبيعات. لما اطرح تكلفة المبيعات لما اطرح تكلفة المبيعات من عرض المبيعات يديني اجمالي الربح. اجمالي الربح اجمالي، خد بالك كلمة اجمالي، يعني لسه في حاجات انا هاخدها من الربح كمان، اللي هي التكاليف اطرح منها التكاليف الادارية والتمويلية برضو موجودة في القائمة، عشان يديني صافي الايه الارباح، يديني صافي الارباح. صافي الارباح يعني الارباح الايه الصافية. هناخد دلوقتي الحالة العملية الأولى، حالة عملية رقم واحد، وخد بالك من الأرقام اللي أنا هنقولها لأنها هنستخدمها في الحل. أول حاجة في البيان عندنا أرصدة أول وآخر المدة. أول المدة وآخر المدة فيها 3 حاجات: مواد مباشرة، أول المدة كان رصيدها 4000، آخر المدة اتبقى 3000. يبقى احنا أول ما بدنا المدة كان عندنا 4، وآخر المدة بقى عندنا 3. إنتاج تحت تشغيل يعني لسه مخلص، يبقى 2000 أول المدة وبقى آخر المدة 3000. إنتاج تام 5000 أول مدة و2000 آخر المدة. خد بالك بقى إن اللي جاي المواد المشترى اشترينا خلال الفترة 16000، والأجور المباشرة اللي دفعناها خلال الفترة 8000، والمصروفات الصناعية المباشرة 1000 جنيه. بعد كده في نمرة 3 تضمن التكاليف الصناعية غير المباشرة، مواد صناعية غير مباشرة مصرفة من المخازن 800 جنيه، أجور صناعية غير مباشرة 2000 جنيه، مصروفات صناعية غير مباشرة 6800 جنيه. أنا بس هقرا 3 أرقام كده يهمني. بص على المواد المباشرة، المواد المباشرة أول الفترة كان عندنا 4، ورحنا اشترينا 16000، وبعد كده الآخر الفترة اتبقى 3000. رقم 4 تتضمن التكاليف التسويقية. خد بالك التكاليف التسويقية هنضطر إن احنا نجمع الحاجات اللي اتصرفت عشان نجيب التكاليف التسويقية. مواد لف وحسب اللي هي الأربطة والشنط اللي احنا بنحط فيها المنتجات والصناديق، دي مواد لف وحسب 500 جنيه. أجور تسويقية الناس اللي بتشتغل في التسويق 2500 جنيه. إعلانات عملنا إعلان في التلفزيون، إيجار معارض 1600، وعمولة بيع 700. طبعا احنا محتاجين ان احنا نجمع كل الارقام دي عشان نجيب مجموع التكاليف التسويقية. تتضمن التكاليف الادارية والتمويلية، جبنا ادوات كتابية اقلام ومساطر ومستندات ودفاتر ب 1300 جنيه، ادوات كتابية، اجور ادارية 2000 جنيه، الناس اللي بيشتغلوا في الحسابات وبيشتغلوا في المديرين، ايجار مبنى الادارة 500. خد بالك من اللي جاية، إيراد المبيعات 60000 جنيه. أنا ممكن في الامتحان ما أجيبش إيراد المبيعات مجمل، ممكن أجيبه 600 وحدة في 100 جنيه، يبقى برضه 600 في 100 بستين إيه ب60000. المطلوب حاجتين، خد بالك من كويس، تصوير قائمة التكاليف وفقا للطريقة الإجمالية، وتصوير قائمة نتائج الأعمال يعني عايز أعرف فيه ربح ولا خسارة وفقا للطريقة الإجمالية. قبل ما نبتدي نعمل القايمة ونصورها محتاجين إن احنا نعمل 3 ملاحظات للحل. قبل ما أعمل القايمة بتاعة التكاليف، قبل ما أعمل قايمة التكاليف محتاج أحسب 3 حاجات: 1، أحسب المواد المباشرة اللي استخدمتها قد إيه. المواد المباشرة اللي استخدمتها عبارة عن 3 حاجات كلها موجودة في التمرين بس أنا بجمعها. 1، مواد مباشرة أول الفترة 4000، وبص لها في الجدول هتلاقيها 4000. أجمع عليها مواد مباشرة اشتريتها خلال الفترة 16000، وتحت الجدول أول رقم. أطرح منها مواد غير مباشرة 3000، ودي برضو في الجدول. لما تجمع 4 و16 وتطرح منها 3 يديني 17000.
خد بالك، 17 ألف دي اللي هستخدمها في المواد ايه المباشرة. بعد كده هنحسب التكلفة التسويقية، ودي مديك انا مجموعة ارقام انت هتجمعها. التكلفة التسويقية في حبة مواد لف وحزم 500، دي عبارة عن أربطة وشنط وصناديق اللي بنستخدمها، بجمع عليها أجور تسويقية، الناس خدت أجور 2500، عملت إعلان في الجرنان وإعلان في التلفزيون كلفه 1900، أجرت معارض البيع عشان أبيع، أجرت دكان، أجرت محل، أجرت معرض ودفعت 1600، ودفعت عمولة بيع العمولة اللي الناس بتاخدها، وجمعت 500 زائد 2500 زائد 1900 زائد 1600 زائد 700، ادتني 7200 جنيه. برضو بحسب التكاليف الإدارية والتمويلية. التكاليف الإدارية والتمويلية بحسب 3 حاجات، باخد 1600 أدوات كتابية، بجمع عليها ألف أداة أجور إدارية، بجمع عليها 5500 إيجار مباني الإدارة، فالمجموع بتاعها 2500. خد بالك هقول تاني، التلاتة دول أنا بحسبهم قبل ما بعمل القايمة بتاعة إيه التكاليف. هنبتدي نروح نصور القايمة بطريقة إجمالية. هنصور، وطبعا قلنا إحنا إن التكاليف الإجمالية معناها أنا بحمل المنتج بتاعي بكل الإيه بكل الأرقام أو بكل التكاليف. خد بالك بقى من حتة مهمة قبل ما نبتدي نشرح القائمة، في عندنا 3 حاجات أو 3 أرقام أنا حاطط تحت البيان، عند البيان بتاعها مجموعة إيه حاطط عليها بيقول إيه نجمة. عندك المواد المباشرة عليها 4 نجوم، يبقى دي هتحسبها أنت. التكاليف التسويقية عليها 4 نجوم، يبقى أنت هتحسبها. تكاليف إدارية وتمويلية، يبقى أنت هتحسبها. هتحسبها ازاي؟ زي ما قلنا في الصفحة اللي فاتت. احنا هنتكلم مع بعض على التكاليف الإجمالية. انا هشرح القايمة دي مرتين، فخد بالك في المرة الاولى علشان لو في حاجة وقعت منك هعيد في المرة التانية. المواد المباشرة عندنا دي طبعا احنا جبناها من المعادلة، وزي ما انت لو فاكر خدنا 4 جمعنا عليها 16، طرحنا منها 3000، ادتني 17000، خدت 17000 حطيتها في القائمة. اذا انا حاطط جنبيها 4 نجوم معناها ان الرقم ده محسوب. لما ترجع لبيانات الحل هتلاقي الاجور المباشرة 8000 والمصروفات المباشرة 1000. هجيب الآلة الحاسبة، هجمع 17 زائد 8 زائد 1000، يديني 26000. 26000 دي سميناها إجمالي التكاليف الصناعية المباشرة، وناس بتسميها التكاليف الأولية. هعيد تاني، جمعنا 17 مواد مباشرة زائد 8000 زائد 1000، ادتني 26000. كلمة يضاف يعني أزود، فاحنا بنروح للمواد الغير مباشرة موجودة في التمرين. مواد غير مباشرة ب800، أجور غير مباشرة ب2000، مصروفات غير مباشرة ب6800. هروح أجمع 800 وأجمع عليها 2000، أجمع 6800، يديني 9600، وده إجمالي التكاليف غير الصناعية الغير مباشرة. خد بالك بقى في الإجمالي في 26، 26000 إجمالي تكاليف صناعية، وهجمع عليها 9600 إجمالي تكاليف صناعية غير مباشرة، يديني 35600 باللون الأحمر أهو، دي اسمها تكلفة الإنتاج. تكلفة الإنتاج هروح لبيانات التمرين وأحط علامة زائد وأحط تحتيه علامة نقص. دايما بزود أول المدة ودايما بطرح آخر المدة. هروح للإنتاج تحت التشغيل، هلاقي في التمرين تكلفة إنتاج تحت التشغيل 2000 معطاة، أطرح منها إنتاج تحت التشغيل آخر المدة 3000. خد بالك 3000 محطوطة بين قوسين، يبقى هنطرحها، يبقى 35600 زائد 2000 ناقص 3000 يديني 34600. ها
هنسميها ايه؟ ده موجود عندك في البيان، موجود عندك في نموذج قبل كده، سميناها تكلفة الإنتاج التام. تكلفة الإنتاج التام بجمع عليها تكلفة إنتاج تام أول مدة، بطرح منها تكلفة إنتاج تام آخر مدة، وده معطى في التمرين 5 و2000. خد بالك الخمسة بجمعها والـ2000 بطرحها، ودول موجودين في الجدول اللي احنا اديناه في التمرين. بيديني تكلفة الإنتاج التام المباع 37600. 37600، خد بالك من اللي جاية بقى عشان نشرح. هيضاف يعني أجمع عليها تكاليف تسويقية. أنا التكاليف التسويقية حاطط جنبيها أربع ستار، يعني 4 نجوم، يعني إحنا هنحسبها. فأنت في الصفحة اللي قبل كده كنت حسبت التكاليف التسويقية، قعدت تجمع 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 لحد ما المجموع إداك 7200، يعني ده مش معطى التمرين، دي أنت جبتها. طبعا لما تجمع 37600 زائد 7200 يديني 44800. دي اسمها تكلفة المبيعات. تكلفة المبيعات، تكلفة المبيعات ديت بجمع عليها بيضاف التكاليف الإدارية والتمويلية. أنا قبل كده في الصفحة اللي فاتت جبت التكاليف الإدارية والتمويلية، يعني دي أنا بحسبها، أنا اللي بحسبها. لما مجمع الـ44800 زائد 2800 يديني 47600، وده اسمه تكلفة إجمالية. تكلفة إجمالية يعني كل الحاجات اللي أنا صرفتها جمعتها على المنتج بتاعي. خد بالك الخانة الأولى بيان، الخانة التانية فرعي، الخانة التالتة إجمالي. أنا هشرح بقى القايمة كده تاني. مواد مباشرة زائد أجور مباشرة زائد مصروفات مباشرة ادتني إجمالي تكاليف صناعية مباشرة، اسمها عندنا تكلفة أولية. بجمع عليها مواد أولية 800، بجمع عليها مصروفات أجور غير مباشرة، بجمع عليها مصروفات غير مباشرة، بتديني إجمالي تكاليف صناعية غير مباشرة 9600. خلصت ألاقي عندي رقمين، 2600 زائد 9600 يديني 35600، وال35600 دول هما إجمالي التكاليف بتاعتي، إجمالي الإنتاج، تكلفة الإنتاج. بجمع عليها إنتاج تحت التشغيل أول مدة، بطرح منها آخر المدة. خد بالك اللي بيتجمع بدون أقواس واللي بنطرحه بيكون بين قوسين. بيديني تكلفة الإنتاج التام. تكلفة الإنتاج التام بجمع عليها تكلفة الإنتاج التام أول مدة، بطرح آخر مدة، كل ده معطى التمرين، يديني تكلفة الإنتاج التام المباع. خد بالك من اللي جاية، بجمع عليها تكاليف تسويقية. أنا جمعت المواد والأجور ومواد لف وحزم وعمولة وجبت المجموع، مكنش معطى التمرين، فادتني تكلفة المبيعات. بجمع عليها تكاليف إدارية، يبقى يديني بعد كده تكاليف مالية. انا بس هشرح 3 حاجات تاني. المواد المباشرة انا اللي حسبتها محطوط عليها نجوم، مواد تكاليف تسويقية اللي حسبتها، تكاليف ادارية معطاة في التمرين. القائمة التانية اللي هنعملها هي قائمة نتائج الاعمال. ونتائج الاعمال يعني عايزين نعرف هل الشركة بتحقق ربح ولا بتحقق خسارة. اول حاجه بجيب ايراد المبيعات، وده معطى في التمرين، وقلنا قبل كده لو مش معطى في التمرين انت بتضرب عدد الوحدات المباعه في سعر بيع الوحده. والمهم ان ايراد المبيعات اداني 60000. بطرح منها تكلفه المبيعات، اجيبها منين تكلفه المبيعات؟ قال لك ايوه تكلفه المبيعات دي جبناها في القايمه السابقه. ولو رحت للقايمه اللي فاتت هتلاقي ان التكلفه بتاعه المبيعات 44800، وتحط بين قوسين لأنها علامة طرح. لما نجيب 60000 نطرح منها 44800، يديني على الآلة الحاسبة 15200. 15200 ده اسمه عندنا إجمالي، إجمالي الأرباح، إجمالي يعني كل حاجة. بطرح منها تكاليف إدارية وتمويلية، برضو عندنا 2800، يديني صافي الأرباح. وصافي الأرباح دي يعني الربح الصافي، أو صافي الربح، الأرباح الصافية بتاعتنا. خد بالك احنا بنعمل القايمة دي من 3 عناد، واحدة بيان، واحدة فرعي، واحدة اجمالي. طبعا الفرع ما كانش عندنا حاجة، علشان كده سيبناها فاضية زي ما انت شايفها الفرعي، ورحنا في الاجمالي جبنا ايه الخانات كلها.
احنا خلصنا الحال القطعة الأولى أو النقطة الأولى اللي احنا كنا هنشتغلها، والجزء الثاني كان بيتكلم على تقدير التكاليف. تقدير يعني تنبؤ بالتكلفة، تنبؤ يعني توقع التكاليف هتبقى كام. إحدى الطرق اللي احنا بنستخدمها علشان نتنبأ أو نقدر أو نتوقع التكاليف بتاعتنا هي طريقة الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة. ايه بقى الفرق بين كلمة ثابتة ومتغيرة؟ لو رحنا للتكاليف بتاعتنا وقلنا ان احنا بندفع ايجار للمصنع 1000 جنيه، ال1000 جنيه دي بندفعها سواء انتجنا او ما انتجناش. انتجنا واحدة هدفع 1000 جنيه، انتجنا اتنين هدفع 1000 جنيه، انتجنا 3 وحدات هدفع 1000 جنيه، يبقى التكاليف دي تكاليف ثابتة. يبقى الايجار بتاع المصنع تكاليف ايه؟ ثابتة. ولكن لو قلت ان انا هروح انتج كرسي واحد، فهجيب متر خشب، هنتج كرسيين اجيب 2 متر خشب، انتج 3 كراسي يبقى 3 متر، 3 متر خشب، يبقى التكلفة بتاعتي هتتغير. كل ما غيرت كل ما زودت التكاليف اللي الوحدات المنتج بتاعتي. يبقى التكلفة لو ثابتة مع المنتج يبقى تكاليف ثابتة، وتكاليف ايه بقى؟ متغيرة. احنا في الجدول بتاعنا في 3 خانات، وخد بالك انا هقراهم بطريقة معينة كده، البيان وبعدين ساعات تشغيل آلات، وبعد كده تكاليف التشغيل او تكاليف الصيانة. دي 3 شهور، في شهر يناير ساعات التشغيل 10 10000 ساعة، ويكلفوني او التكلفة بتاعتنا 56000، فبراير 8000 والتكلفة 48000، بعد كده مارس 15000 ساعة و76000. مطلوب مننا حاجتين، أصيغ ده التكلفة وعايز أعرف ده التكلفة يعني المعادلة بتاعة التكاليف، وبعد كده هنقدر التكاليف الصيانة. تقدر يعني تتوقع وتتنبأ عند مستوى نشاط 12000، ذلك 12000 دي مش موجودة في ساعة التشغيل. أنا لو رحت لساعة التشغيل كده أقراها بطريقة معينة. بص، في عندنا في ساعات التشغيل حد أدنى وحد أقصى. الحد الأدنى عندنا 8000، أقل ساعة تشغيل 8000، والتكلفة بتاعته 48000، وأعلى ساعة تشغيل كانت عندنا 15000، والتكلفة بتاعته 76000. بس أنا بقرا دول لأن دول يهموني شوية. إن هقول تاني، أدنى ساعة تشغيل، أقل ساعة تشغيل كانت 8 والتكلفة بتاعتها 48، أعلى أكبر أكتر ساعات للتشغيل هي كانت عندنا 15000، وعندنا التكلفة بتاعتها كانت 76000. طبعا احنا عايزين نعرف المعادلة بتاعة التكلفة وايه تقدير التكاليف بتاعة الصيانة عند كام. 12000 ساعة، ودي مش موجودة، 10 8 15 مش موجود منها 12000. خد بالك من خطوات الحل اللي احنا هنقولها. احنا طبعا هنقسم الحل بتاعنا لملاحظات الحل، دي خطوات إجبارية لازم ان احنا نستخدمها، موجودة في التمرين. واقول لحضرتك بص على الجدول، اول خطوة هنشرح فيها هنجيب نحدد الحد الاعلى يعني اكبر تكلفة ومستوى نشاط، يعني اكبر تكلفة واكبر مستوى نشاط. لو رحت على الجدول هتلاقي اكبر تكلفة عندنا 76000، واكبر مستوى نشاط كان عندنا ساعات تشغيل 15000، ودي معطى في التمرين. خد بالك 76000 و15000. هنحدد الحد الأدنى يعني أقل تكلفة وأقل مستوى نشاط، أقل تكلفة وأقل مستوى نشاط. موجود عندنا 48000 تكلفة و8000 ساعة
مستوى النشاط اللي هو اللي احنا عندنا دول موجودين في الجدول. الخطوة الثالثة عايز اعرف كل وحدة انا بنتجها تغير في التكلفة قد ايه، فبجيب معدل، خد بالك معدل يعني نسبة تكلفة متغيرة للوحدة، ودي هنرمز لها بالرمز غين، بالرمز غين، معدل تكلفة متغيرة للوحدة. المعادلة اللي هنستخدمها للحل أعلى تكلفة يعني أكتر تكلفة ناقص أدنى تكلفة على، شوف أنت، على أعلى مستوى نشاط وأدنى مستوى نشاط، والأربع أرقام دول عندي فوق. بص على 1 و2، أعلى تكلفة 76، تحتيها أدنى تكلفة 48 ألف، بعد كده أكبر أعلى مستوى نشاط 15 ألف، أدنى مستوى نشاط كان 8 آلاف. أخد 76 أطرح منها 48 أقسمها على 15 ناقص 8 يديني 4 جنيه. كل ساعة بشتغلها بتغير في التكلفة 4 جنيه، بتغير في التكلفة 4 جنيه، ده معدل الوحدة لما بتتغير. خد بالك أقول تاني، 76 ناقص 18 ناقص عندنا 48 ادتني 28 ألف، بعد كده هقسمها على 15 ناقص 8 7 آلاف، 28 ناقص 7 آلاف يديني 4 جنيه للساعة. احنا الخطوة الرابعة بروح احدد التكاليف المتغيرة. احنا قلنا التكاليف متغيرة، تكاليف بتتغير مع حجم النشاط او مستوى النشاط. المعادلة اللي احنا هنستخدمها معدل التكلفة المتغيرة غين، ودي اللي جبناها الخطوة اللي فاتت وكانت 4 جنيه لكل ساعة في مستوى النشاط. احنا هنستخدم المعادلة دي مرتين، مرة مع الحد الأعلى معدل التكلفة المتغيرة 4 جنيه لكل ساعة، والحد أعلى كان 15 ألف ساعة فادتني 60 ألف، يبقى التكلفة المتغيرة 60 ألف بالنسبة للحد الأعلى. أعلى نشاط أكبر نشاط قمت بيه كان عندي 15 ألف ساعة. أروح للحد الأدنى اللي هو أدنى نشاط 4 جنيه لكل ساعة في 8 آلاف ساعة، طبعا موجود في الجدول، يديني 32 ألف. بعد كده أنا بحدد التكاليف الثابتة، خد بالك فوق كانت متغيرة وتحت الثابتة. أنا المعدل اللي هستخدمها إن التكاليف الإجمالية معطف التمرين، ودي معطف التمرين بتساوي كانت بتساوي تكاليف إجمالية زائد تكاليف ثابتة. التكاليف الإجمالية بالنسبة للحد الأعلى إحنا التكاليف الإجمالية معطف التمرين، والتكاليف المتغيرة جبناها في الخطوة 4. هنروح نطبق المعادلة دي اللي هي التكاليف الإجمالية معطف التمرين، أطرح منها التكاليف المتغيرة يديني على الآلة الحاسبة الحد الأعلى 76، دي معطف التمرين، ناقص 60 ألف جبتها منين؟ بص على 4 هتلاقي 60 ألف، لما تطرح 76 من 60 يديك 16 ألف، والحد الأدنى 48 ألف معطف التمرين أطرح منها 32 ألف يديني 16 ألف. معيار الحل في التمرين، خد بالك الحد الأعلى التكلفة الثابتة 16 ألف، والحد الأدنى التكلفة الثابتة برضو عندنا 16 ألف، 16 ألف مع 16 ألف يبقى الاتنين ثابتين. هنبتدي نحل. الحل كان عندنا حاجتين كانوا طالبينهم في تمرين، ان انا اصيغ ده للتكلفة، اجيب المعادلة بتاعت التكلفة اللي هتنبأ بيها، وبعد كده اروح اقدر التكلفة عند مستوى نشاط 12 ألف. التكاليف الإجمالية بتساوي عشان اصيغ ده للتكلفة، التكلفة الإجمالية كاف، التكلفة الإجمالية كاف بتساوي التكاليف الثابتة تس، تكاليف ثابتة تس، والتكاليف المتغيرة بتاعتي، التكاليف المتغيرة هجمع هروح لغين اللي هي معدل التكلفة أضربها في مستوى النشاط، غين في مستوى النشاط، أضرب غين معدل التكلفة المتغيرة في مستوى النشاط. الأرقام كلها عندي. أنا التكلفة الثابتة من الخطوة اللي فاتت طلعت 16 ألف، سواء استخدم الحد الأعلى أو الأقصى. بعد كده معدل التكلفة المتغيرة كان 4 جنيه لكل ساعة،
وطبعا مستوى نشاط سين مش موجود عندي، اللي احنا لسه هنتنبأ بيه بعد كده. يبقى كاف تكلفة إجمالية بتساوي 16,000 زائد 4 جنيه اللي هي معدل التكلفة المتغيرة في سين، اللي هي عبارة عن ايه؟ مستوى النشاط بتاعي اللي انا هتنبأ بيه. اروح للثانية، انا عايز اتوقع اتنبأ، عايز اقدر تكاليف الصيانة لما يكون مستوى النشاط بتاعي 12,000 ساعة. 12,000 ساعة دي مش موجودة في الجدول، دي انا هتنبأ بيها. ابص على المعادلة اللي انا هتنبأ بيها، بص على 4. بص على اولا التكاليف الاجمالية بتساوي التكاليف الثابتة 16,000 نازل زي ما هي، زائد 4 جنيه لكل ساعة، بس مستوى النشاط كان 8، كان 12,000. 16,000 تنزل زي ما هي، 4 في 12 ب48,000 يديني 64,000 جنيه. لو أنا عايز أتنبأ مثلا ب20,000 ساعة، 16,000 زي ما هي، 4 جنيه للساعة في 20,000، وأقدر أجيب التكلفة الإيه؟ الإجمالية. خد بالك التكاليف الإجمالية بتساوي التكاليف الثابتة زائد المتغيرة. المتغيرة عبارة عن غين اللي هي معدل التكلفة المتغيرة في مستوى إيه؟ النشاط.